لحماية أرض العزة على كاين أن يكون قوياً وصحيحاً. هيا هيا، سيعلمكم رفيقي أفضل التدريبات مع كاين. مستعدون لنقوم بإطالات الجنيوش معاً؟ تأكدوا من وجود مساحة كافية بالغرفة حتى لا تصطدموا بشيء. انزلوا على أربع مثل الأسد، أيديكم أمامكم ثم ارفعوا أطراف أصابعكم. امشوا بأيديكم للخلف واخفضوا رؤوسكم كأنكم تنظرون لأرجلكم. هكذا. الآن ابقوا هكذا وعدوا من خمسة. 1، 2، 3، 4، 5. استريحوا. كانت إطالات رائعة. عليكم الآن التريث والتنفس. جيد، ستحتاجون لنفس عميق لتزأروا كالكبار. انزلوا على أيديكم وركبكم، مطوا أصابع قدمكم ثم ارفعوا رأسكم وزئير. رائع، دعوني أسمع زئيركم. أنتم الآن أقوياء لتصبحوا ككايون. والآن حان وقت ذهابي. ستبقى أرض العزة آمنة مع أقوياء مثلكم. هيا تحركوا مع قيادة الأسد الحارس وديزني جونيور.